Assalamu alaikum. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi canal Rif Amin Madrid. نرحب بالجميع واهلا وسهلا بكم واسمحوا لي لا اعمل انا مونتاج للفيديوهات لضيق الوقت. هذا اليوم سنزور القصر الملكي الموجود في مدينة أرنخويس. ومع هذه البنايات التاريخية القديمة جدا التي تعود إلى عهد 100 سنة إلى الوراء، هذا القصر جميل جدا، يأتون معظم السياح لزيارته من كل أنحاء العالم. هذه اللافتة تحمل اسم هذا القصر بالاسيو ريال رويال بلاك، يكون الإنجليزية والإسبانية. تشهد على مدى قدامة هذا البناية. نلاحظ من الداخل كيف بنيت هذه الأقواس، عبارة عن أقواس داخلية، تأتي المنظر جميل ورائع جدا. هذا يفكرنا بالطراز المعماري العربي القديم، التي هي عبارة عن أقواس. دائرية الشكل. Thank you.
هذا القصر عملاق جدا. Joy, joy, joy.
apoyo y demás. Claro. نعم يعود سنة لعام 1832 1832
في الأسبوع الماضي دخلنا على ساحات الحديقة، حديقة الجزيرة. من هناك الآن ندخل على الساحة المقابلة لها، الأرقية يفرقهم الوجهان. رائع جدا، فسيفساء. هذا الباب الرئيسي الذي كان يدخل منه الملك. Vai um bocado aos brinquedos. Hace muchos años la encontramos en Santillana. Es verdad. Vamos, solo, claro. Por el equipo del mundo, ¿verdad? Todavía
نعم هذا الدليل السياحي وصلي 14 من ليرة إسلا رافيو ريال
هاتو مصابيح. راح الأرضية جميلة جدا، كم صمدت من الوقت صمودها. رائع جدا مع غروب الشمس.
llamen y todo. Ya, voy a seguir la política y...